السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله بإذن الله هعمل فيديو يعني مش سريع ومش طويل، يعني هنشوف ايه اللي هيحصل في الفيديو. المهم ان النهاردة انا هقول لكم الشوزات او السليبرات اللي انا جبتها لنفسي وقريب اقرب وقت ممكن، والحاجات الشوزات برضو اللي انا جبتها لولادي عشان العيد او للصيف. فيلا بينا نبتدي الفيديو. اول حاجة هنتكلم عنها هي السليبرات. ماشي، انا اساسا مدمنة سليبرات، او معنى صح ما اعرفش يعني ايه سليبر. السليبر هو الشبشب يا جماعة. ماشي، انا بحب السليبرات او الشباشب جدا في الصيف، جدا 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 بحب الشباشب جدا، خصوصا بقى لما احط مانيكير في ضوافري بقى والبس الشبشب كده وابقى كيوت بقى وكده يعني. فاول حاجة هتكلم عنها هو السليبر دوت. ده انا لسه مشترياه من فورتين. ماشي، محل فورتين اكيد كلكم عارفينه. ماشي، ده انا مشترياه من فورتين اللي في روكسي. انا عامه معظم الشوزات بتاعتي انا بشتريها من روكسي يعني. فانا اشتريت الشبشب دوت، كان عليه خصم، هما دايما بيعملوا جزء كده فيه خصومات، فانا اشتريت دوت من جزء الخصومات، كان ب 140 جنيه بدل من 270 تقريبا، حاجه كده يعني. فده كان اول سليبر. بص هو عباره عن ايه؟ عن جلد، هو جلد فيه شرايط كده تمام، والحذاء بتاعه ده فيه حديد كده. ماشي، المهم ان هو شكله حلو يعني، في الرجل حلو جدا يعني تمام. ده اول حاجة. تاني حاجة جبتها هي السليبر دوت. ده بقى عشق عشق بقى ده. بصوا يعني مش قادرة اقول لكم. اول حاجة مريح مريح في الرجل، كأنك مش لابسة حاجة. الماتيريال بتاعته تحفة جدا، لونه بيليق على اي حاجة، فيه ثلاث الوان حلوين جدا. عايز اقول لكم ان هو في الرجلين شكله تحفة. بصوا الحاجات دي انا لو عرفت ان انا اصوره لكم، اصور رجلي يعني وانا لابساها، اصور لكم واسيب لكم الصور والله لو عرفت يعني. المهم ان هو شكله في الرجلين فظيع، مريح جدا. ده بكام او كده؟ بصوا انا معرفش هو بكام لان هو جاي لي هدية، بس انا عارفة هو جاي لي منين. هو ده جاي لي من بورسعيد، من محل اسمه بوتس. ماشي، ده شنطة المحل اللي من بورسعيد اسمه بوتس. ماشي ماشي، عايزه اقول لكم ان المحل دوت عنده كمية شباشب اشكال رائعة، رهيب. عنده شباشب حلوة قوي 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 يعني. عايزه اقول لكم عنده تشكيلة فظيعة يعني. ماشي، انا شفت الصور منها فحلوة قوي يعني. فده منه تمام. نيجي بعد كده لسليبر تاني، بس هو على شكل صندل شوية اهو. ممكن يكون ضخم شوية يا جماعة البنات، بس هو في الرجل يعني شكله حلو قوي اهو. ده انا كنت جايباه من عند، بص ده الشكله يعني اهو. ماشي، طبعا يا جماعة انا بلبس مقاس انا بلبس مقاس 39 40، ممكن نوصل 41 عادي جدا. بص يا جماعه انا والله لازم كنت بلبس مقاس 38 عادي، بس بعد ما حملت وربنا كرمني مره والتانيه، فرجلي كده فرشحت ما شاء الله مننا وكبرت كده، وتحس ان هي اتحطت في خميره. فوصلنا من 38 ل 40 41 عادي جدا 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 بلا فخر يعني. مش هنتكلم في الموضوع ده كتير. ماشي، فده تاني. ده كنت جايباه ب 200 جنيه تقريبا على ما اتذكر، لان ده قديم شويه. ماشي، نيجي بقى لاخر سليبر معانا، وهو السليبر ده الكيوت الكيوت قوي، ده الكيوت جدا ده. يعني عايزه اقول لكم، بصوا انا لما لبسته نفس الماتيريال بالظبط، بصوا بالظبط هي نفس الماتيريال. بس الشبشب ده بقى يعني انا مفيش ما لبستوش مره الا لازم يتعلق لي عليه. الله البتاع ده حلو قوي، الله انت جايباه منين؟ وعايزه اقول لكم ان الوانه بقى كلها فظيعه، احمر وكحلي وابيض واسود، والوانه فظيعه يعني. انا لو كان عليا ممكن اجيب كل الالوان يعني، بس حلو قوي. بس هو فيه عيب واحد بس، هو انك لما بتلبسيه مده طويله، عشان بس بدو الواحد يقول لي
ولا عليه. الحته دي بتوجع في الرجلين لما بتلبسيه مده طويله، الحته دي بتوجع قوي في الرجلين ماشي. لكن غير كده هو حلو قوي. انا بقول يمكن محتاج ان انا البسه كتير يعني، بس غير كده هو حلو جدا. وكان بمية كان ب 170 جنيه. كنت جايباه من على موقع او في صفحه يعني من على الفيسبوك، مش عارفه اسمها شوز اند باجز باين حاجه زي كده. هسيب لكم لينك الصفحه تحت اكيد يعني ماشي. وعلى فكره الشكوى دي مش من الشبشب ده بالذات، انا عندي قريبتي برضو عندها جابت نفس الشبشب من محل بوتس اللي هو من بورسعيد دوت ماشي. نفس الشكل يعني قريب منه برضو. الفيونكه اللي عامله كده دي قالت لي نفس الشكوى من الحته دي، فهو مش عيب في الشبشب على قد ما عيب في تقريبا في الـ بس هي برضو لسه جايباه جديد، فانا بقول لما نستخدمه ممكن يختلف الموضوع يعني هنشوف. بس هو كشبشب كشكل ولما بمشي بيه مريح جدا في رجلين، هو بس مع زي ما قلت لما بلبسه مده طويله بس الحته دي توجع شوية. تمام. من نفس الجروب ده بقى انا جبت الباليرينا دي او الاسبدرينا دي على يعني على حسب ما بتتقال اسمها ايه يعني، ليها اسماء كتير اللي هي دي ماشي. كلها الوان بقى، هما بيقولوا عليها اسبدرينا هندي، بس انا عايزه اقول لكم ان هي في رجلها في الرجل فظيعه فظيعه جدا، حلوه قوي ماشي. كنت جايباها ب 210 ماشي، من عند نفس الجروب اللي بقول لكم، اللي انا هسيب لكم لينك الفيديو اللينك بتاعه تحت، انا جايباه من على الفيسبوك. تمام كده. طبعا والصيف لا يخلى ابدا من الكوتشي الابيض ده، اساسي في حياتنا كلنا. تمام. فانا كنت جايبه اخر شوز ابيض جديد من عندي اللي هو الشوز دوت، كنت جايباه من على جوميا، كان ب 170 جنيه تقريبا ماشي. وعايزه اقول لكم بقى مش قادره اقول لكم هو طري 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 يعني، مش قادره اقول لكم طري قد ايه. مريح مريح جدا 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 في الرجلين يعني ماشي. ده كده الحاجات اللي انا جبتها بالاسعار وبالاماكن وكل حاجه. وفي اخر حاجه بقى جبتها ليا وهنصحكم ان انتوا ما تجيبوهاش، مش تجيبوها. وهي الشبشب ده. بصوا الشبشب ده طلع موضه ان هو شبشب يعني للبيت ماشي. هو شكله شبشب خروج بس هو شبشب للبيت، لان ده بلاستيك زي ما انتم شايفين، ده اساسا بلاستيك. تمام. هو شكلا حلو جدا جدا جدا، لكن هو مضمونا وحش جدا. انا جبت ده من شارع ضياء من الهرم، من نفس المحل اللي انا اشتريت منه الشبشب ده لبنتي. تمام. كان الشبشب ده ب 75 جنيه، ولقيته في روكسي بنفس السعر واغلى كمان. تمام. الشبشب ده يا بنات ما كملش معايا، عايزه اقول لكم ان هو ما كملش معايا تقريبا 3 اسابيع، ويعني ما كملش معايا شهر، وده كانت النتيجه يعني. النتيجه ان هو اتقطع كل السلاسل اللي فيه. بصوا بصوا انا مقطعه كام واحده، 2 3، كل ده مقطع ماشي، وهنا مقطع برضو. تمام. كل وبعدين كمان مفكوك اصلا، اللزق بتاعه مفكوك، فهو يعني قبل ما يكمل الشهر ان شاء الله هتكون كل السلاسل دي اتشالت وهو مش موجود اساسا. فيعني بصراحه يعني لما ادفع 75 جنيه قد يكونوا هم قليلين بالنسبه للناس، بس هم بالنسبه لي لما ادفع 75 جنيه شبشب بيت ماشي وما يكملش معايا 3 اسابيع، فده حرام يعني. فلو حد فيكم جاب حاجه زي كده واستخدمها وطلعت حلوه معايا يقول، ولو طلعت وحشه برضو يقول، علشان خاطر البنات تستفيد ومحدش يجيب حاجه يبقى خساره فيها الفلوس يعني. نيجي بقى بعد كده للاطفال ماشي. هنبتدي ب لبس او الحاجات اللي هي للعيد، وحاجات العيد السنه دي جات لهم برضو هديه جميله جدا، انا بشكر اللي جابها لنا جدا 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 ماشي. كتاشي العيد بتاعت الاولاد السنه دي برضو من بورسعيد، وطبعا عشقي للكتاشي البيضه اللي بتليق على كل حاجه في الدنيا، فده كان الكوتشي بتاع اسو بنتي ماشي. ده الكوتشي بتاعها طبعا زي ما قلت لكم ده هديه، فانا مش عارفه سعره بالظبط يعني. والكوتشي بتاع علي، وده الكوتشي بتاع علي يعني مش قادره اقول لكم يعني سو كيوت
اهو ده شكله تمام. دي الشوزات اللي جت لنا من بورسعيد. نيجي بقى للشوزات اللي انا اشتريتها هنا من القاهرة. اول حاجة انا اشتريت الصندل ده لأسو محل كلورك اللي هو فروكسي برضو اللي هو بتاع جزم الاطفال، وهو بيبيع بس يعني جزم وشوزات اطفال. يعني انا بجيب منه لأسيا بنتي، بجيب منه الشوزات منها وهي لسه بيبي، وعلي نفس الكلام. فاشتريت لها الصندل دوت كان ب 235 جنيه بالظبط ماشي. وبصراحه كان عنده اشكال حلوه قوي 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 قوي، وباسعار اقل من كده وباسعار ازيد من كده تمام. وبعدين جبت لعلي ابني، جبت له الاسبدرينه الكيوت دي ماشي. من نفس مش نفس، هو اسم محل اسمه زيدان او زياد حاجه كده والله العظيم ما فاكره. على نفس الصف بتاع كلارك ماشي. المحل ده الحقيقه ان انا بشتري من عنده كتاشي حلوه جدا 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 جدا، بتعيش معانا. يعني بشتري منه دايما الكتاشي بتاعت المدرسه بتاعت بنتي، بتعيش معانا. اشتريت منه قرايبي وانا اشتريت منه كذا كوتشي. بصراحه الكتاشي بتاعته رائعه رائعه رائعه. يعني لو عرفت اجيب لكم كيس المحل او عنوان المحل بالظبط والله هحطه لكم في اخر الفيديو لو عرفت، يعني لان انا برمي الكيس اول باول. لكن بجد الحاجه بتاعته رائعه. فكنت جايبه من عنده الاسبدرينه ديت كانت ب 120 جنيه تمام كده. طيب وبعدين جبت كمان لبنوتي، جبت لها الشبشب ده، قلت بقى للمصيف وكده تمام. كنت جايبه الشبشب ده من الهرم من شارع ضياء، كان ب 50 جنيه ماشي. ده كده كان مجمل الفيديو، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم اللوك اللي انا عاملاه دوت، ده كان اللوك الشبيه ل او اللوك بتاع سمية الخشاب في برنامج شيخ الحارة، وانا كنت عاملاه الفيديو اللي فات. لو ما اتفرجتيش عليه روحي اتفرجي عليه، وهسيب لك اللينك تحت. واشوفكم ان شاء الله باذن الله في اقرب فرصه. باي باي.